ريحة الدوار ريحة الدوار نيوم كحط الرحال ديالو بولاد الشرقي أولاد فريحة بني مسكين إقليم سطات الوليد اسمك الله اسمني سيدي محمد سيدي محمد أيين عمس بن من بن محمد بن محمد بن من بن المكي بن المكي بن من بن شرقي بن الشرقي بن من بن شرقي بن الشرقي بن من بن عبد القادر بن عبد القادر بن هاشم بن هاشم بن الهبطي بن الهبطي بن سعيد لك هل قلت لك قولة كان في قايد راسه كان سمعوا له الوليد أولاد فريحة أولاد فريحة شكون هاد فريحة فريحة كانت ماشي على فريحة بوحدها راه هي وختها شكون ختها اسمها يزة يزة هما رحمانيات ما همش من هنا لا ماشي من هنا وكيفاش جاو هنا جابهم جوع زي جوع ديما الجوع اشراف مين جاو هما جاو من الغشاوات الغشاوات ورا الاربع ديال هذا ديال الصخور ديال الصخور زي كاين الغشاوات وكاين البيادنا وكاين ولاد منصور تما هذوك ثلاثه الدواور هاد الدريات اللي جاو من هذوك الدواور جاب هنا جايبهم الجوع راه عليهم الليل في قايد راسه في التوانس في كينة قايد راسه هو هنايا قدام قدام ليساسه واش هو كان قايد نيت كان قايد راسه قايد الرحاق علاش تسموه قايد راسه ما يلحقو حد ما يلحق حد ما يدور به حد قايد ديال راسه واش هو ديال المخزن ولا لا قايد ديال راسه حيت كان بكري ما كان لا مخزن ولا كان سيبه كان قايد ديال راسه لا من يلحقو ولا من يدوز عليه لا من يتوشي كان عنده العود كحل وهو كحل ولابس الكحل وسلوقي كحل والسلاح اللي عنده كحل ملي راحوا هادوك الدريات جاوا لواحد الزنايقه وهما يبركوا ملي راح الليل بان لهم الضو ملي بان لهم الضو سالوا قصدوا داك الضو وقفوا حدا قربوا الضو شافوا من الخماسه جاوا عندهم السلام عليكم شكون نتوما حنا دريات تجيت من رحامنا بلاتي لا لا تمشي نشاور لحقت القايد سعيد قالت ليه كاينين قالوا ليه كاينين جوج دريات قالوا لنا احنا رحنا من رحامنا خرج عندهم السلام عليكم السلام نوضوا بنتي زيدوا دخلهم كانوا شربوا منين توما احنا من الغشاوات رحامنا ولاد منصور ومن حدا البيادنا هادو ولاد منصور سيدي منصور لا ولاد منصور اخرين هادو ما همش اللي حدا الجبل الخضر لا ما حدا الجبل الخضر ايوا هما سيدي منصور هادو ولاد منصور زي ومالك ما بنتي جايه بحال ماك قالت لي جايبنا الجوع ما صنا ما ناكلو رحنا ضيعات هذيك الساعه صيفط العبو المرسيل قال لي سير قول العبو جي عندي دابا ركب على عاودو جي عندو السلام عليكم السلام قال لي جوج دريات جاو من رحامنا غايت تاخذ وحده وانا وحده وحده راهي فريحه يقول لها فريحه عبو خاد يزة انا باقي القسامين معاهم في البلاد دابا كملوا الاولاد عادوا باغيين يقسموا البلاد جا عبو عبد سعيد قال لي قسم معايا البلاد الموت والحياه هذا ما خصنا نحيدوا هذا اللي بيناتنا قال لي ما عندكش سير الحال ما تسال والو ما تسال والو زيد مشى لي عاد سيدي علي بن هاشم في تخصايط شكون هذا الراجل هذا سيدي علي بن هاشم في تخصايط ولا سيدي علي ابراهيم واش جدهم ولا شنو لا واش من معلق عندهم المهم كانوا الفقراء كيمشيو عندنا كانوا عاولاد سيدي علي ابراهيم حنا اللي جاو عندنا هنا كنديروا عليهم داك الشيء اللي مدبر عليه هذا كان شريف هذا شيء زيد جابوا عدو السلام عليكم لاباس سيدي علي مالك قال لي اعطيني العبو رزقه زيد قال لي ما عدوش ما يتسال والو ما يسال والو الله يهديك وليدي الا ما كاينش صافي حتى على راسو مشى غادي مع داك اللي سايق لي البغله هو يبان لي واحد الحنش قال لي يا وليدي قتل هذاك الحنش هذاك هو سعيد هذاك اللي سايق البغله قتل سعيد قتل الحنش سعيد عاس على عبو تحت واحد الصخره عبو عاس على سعيد هذاك بان لهذاك هذاك بان لهذاك قرصوا على بعضياتهم بجوج ماتوا بجوج داروا الحد ما بيناتهم فريحه ولدت يوسف ولدت عبد الرحمن ولدت حمد لي ساسفق من تريكت يوسف ولاد عبد ولاد محمد عبد الرحمن او ما عندنا هنا ولاد حب عمر او ما عندنا هنا هذا هو اللي قاعد لي ساسفق جات من يوسف من يوسف الكلمه ديال لي ساسفق من يوسف من يوسف 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 لي ساسفق لي ساسفق جات من يوسف
واخا شكون جيرانكم نتوما هاد ولاد فريحه؟ شكون جيرانكم؟ جيراننا من الغروب ولا من القبله ولا من الشمال ولا من اليمين؟ من كل شيء. من كل شيء، من كل ناحيه. كل ناحيه زيد. اليمين الرحامنة. ثم بحال دابا عين بلال. عين بلال تا هما محسوبين من الواد. هاي الواد الواد لا قطعتيها تاع الرحام. تاع الرحام من الجهه الاخرى السراغنه. من الجهه الاخرى السراغنه. واخا زيد. القبله تادله، ساقيه اللي دايزه ما بين بني مسكين وتادله. زيد ساقيه كانت هي الحد. ويني تما باقين قدامكم؟ ما بقى حتى واحد. كاين ولاد حمد سراغنا داك ولاد دوك هما تما تادله، ولاد حمد تادله. وهاد ولاد وقفات هما جيرانكم؟ هما جيراننا. زيد وشكون اخر؟ جيراننا. شكون اخر؟ من 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 الشمال شاويه. من الغروب شاويه هي شاويه هي قيسر. لا من قيسر لهنا. ولاد سي بن داود. من ولاد سي بن داود لهنا مليتا وبنيا كرينو، هادو تا هما جيران بني مسكين. واخا السوق ديالكم شنو؟ السبت والخميس. السبت ديال ولاد فريحة. السبت ولاد فريحة. الخميس ديال تا هو ديال ولاد فريحة. الخميس ديال من؟ تا هو ديال ولاد فريحة. الخميس دار الشافعي تا هو ديال ولاد فريحة. وينين هو الكبير اللي كتمشيو ليه؟ الخميس كيمشي أكبر من السبت. الخميس هو الأول، كان قبل السبت. أنا نعقل على السبت من اللي بدا. وكنا نمشيو للخميس انا والوليد، كنا نمشيو للخميس. شحال في عمرك الوليد ده؟ 90. بيرمي جديد. بيرمي جديد قريب من الكوكوت. قريب. وشحال عينك البيع؟ هو الله انا باقي على الله، مازال ما عطاونيش. بصح هنيت. هاي وريني شحال عينك؟ هو عيني فاش؟ 90 ريال كاينه. 90 ريال كاينه وشوف هو الله وصافي. ما كرهتي. داكشي عام النقوش. 100 مزيانه. ومن عطاه لك بغيتي 120؟ كواك سير هلا سير اسيدي 140. هادي بغا يدير 180 وكذا. ما حتى انا ما نلقى خسران لك شي حاجه. ما خسر لي تاع. هاد اللي بغا يدير هادي عينك في 2000 ريال. انت باغي تبقى بوحدك في بني مسكين يا سي محمد؟ نعم. شنو ديال الفلاحه اللي عندكم هنا؟ الفلاحه سيدي كاين الشعير، كاين الفارينه، كاين القمح، كاين الفول، كاين الجلبانه، الحمص قليل، داكشي ما من زيت الماء ما كاين حتى حاجه. وين نتوما عندكم المغارز وعندكم هادشي كله؟ هاي ملي كان الماء. واش قراب للواد ولا شنو؟ لا ما قراب للواد والو. الواد ومنين جا هاد الماء باش تكون؟ حافرين البيار. قول كاين السقا. حافرين البيار. شكون الفلاح المغرطين اللي كانوا في الاول؟ كانوا في الاول واحد يقول لي الحاج غزواني، كان كل ليله كيحش في كاميو ديال النعناع من البحيره، كيبقى يضرب 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 حتى يرجع للبحيره الاخرى، دائما خدامه. والكسيبة كاينه ولا والو؟ الكسيبه جديه انا كانت عندو 4000 ديال الغنم. 4000 بويا كانت عندو 700. بويا انا كنت سالها 700 ديال الغنم ولا تفضل يا ربي لي 7 ديال العصي. 7 ديال العصي راه تكلتي عليه. واخا شكون الوالد اللي داز مع الوطن؟ الوطن دازو شحال من واحد. شكون داز؟ حافظون داز، الحاج المعطي داز. جدي انا كان وكيل الجموع مع ولاد بوحانه مع الوطن، هذوما اللي كانوا. كان واحد ولكن كان خائن، ضربوه. شنو يدير هذا؟ اخا كان بيع وشريه. كان بيع وشريه. كيشري لعباد الله. كيشري لعباد الله وكيبيع لعباد الله. بصح هنيت. ويلي. وهاد الحافظون شنو يدير؟ هاد الحافظون كان في الاخر عاد رئيس ديال القراويه. ويني شنو يدير؟ وكان مقاوم. كان مقاوم. بحالاش شي حاجه دايره؟ كان كازناف في مصر بن عبو داير الفيرما، ومشى هو وهذو اللي قلت ليك وبالكبير، ومشاو هذاك الشيء كل فيرما صبعوها محشوشه كامله. الليمون عرفتي الليمون كازناف كان كيتصدر من ديال النصارى. ديال النصارى صبحوا ذاك الشيء مهيجر وضربوه. وجا واحد. وكيفاش هذاك اللي مشى قلتي لي مشى للعود؟ مشى جاب السيد من عين عيش. هذاك عمي. عمي كانت الضربه جايه وقالوا تلقاو. دابا كان المخدم كيقول لي بينا وغيتمشي نجيو. كان الضربه جايه قال لهم خاصكم تلقاو البارود راه جاي. مشاو هو العلام ديال البارود. قبصوه وخطفوه وجابوه من عين عيش. على العود. هزو ميت. هزو حي. مات ليه في الطريق. شحال تاع الطريق كاينه؟ وراه كاينه شي 200 كيلومتر. 200 كيلومتر عين عيش. وتعدى عين عيش راه وقيله. جيت فاس. لا تاونات. لا تاونات.
جابوا على العود. جابوا على العود. وشكون هذاك اللي قلتي لي كان صحيح هز 25 عبرة؟ عمي بو هذا هزوا عليه 25 عبرة من الدرع الكبير هنا بعد. لا ما عندهمش جمال. كان جمال هزوا عليه التليس وما قد شنوض ضربوا بونية تلاحبوا بحل هو قال لي هز عليا تليس وهز التليس وجابوا على ظهر جمل ما قدش جمل ما قدش خمسة قناطر ما قدش جمل هو صح من جمل صح من جمل شي يقولوا لهذا بن عظيم بن عظيم كان من اللي غوث إرادع الغلم ديال ولاد سيبوقبة الحلابة كترضع كديل الولادة من اللي غوث هنا بن عظيم الصوت ديالو صوت ما سبحان الله يعطيلي والصحة اللي عاطيه الله سبحانه وتعالى. وكيفاش نهار مشى يجيب الشريحة؟ مشى لعين بلال جاب تليس ديال الشريحة من فوق على البيت وما طلع ما لحق هنا تكملوا من ماكلة خاو خبص بعو ياكل وقول حلا شي يقول حلا حلا ومشى هو والوليد لحتى تاع رحامنا وجا 25 طناج ديال الكرموس ما لحق هنا تما بقى قطع جوالو بقى جلول بقى السمار السمار كضربها 25 وكان يضل كان يضل سالح ومن اللي يجي يدوز للمروب روابه عامره يدير بحال ماك غرط 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 الله الحمد لله لا اله الا الله حاوه سابو خرج الله الله نحمد الله ونشكره هذا ما بقاش لا اله الا الله كل قول الله ونشكره اللي كمل واخا قلت لي هذا كان يعلف يعلف اي كان يديروا ليه هريسه شنو قال هريسه الشعير كيرطبوه مهرس لا كيرطبوه ملي يرطبوه يفرديوه يحيدوا ذوك الجلود وتبقى النوايا كيقليوها كيقليو ليه ديك نص عبره ولا رابعه ولا يقول لك ابن عادي نتاو والنخاله النخاله واكلانا بصحني والله ما تبدك منها أنا وخويا وكيف تدير لها؟ بيتين عاد الشيخات وجينا دخلنا الكشينة وما صلنا عشاش وصلنا اللبن والنخالة درناها في حسطل وخلطناها باللبن وكلناها تعشينا بها وحمدنا الله واش الولي تتكتي صحيح؟ كنت صحيح بصحنيت ها آه. وشنين المغربات اللي في يديه؟ المغربات كنت كنهز الحمير فين في كاميو كان هزهم على داري في بيكو كان هزهم على داري ونديه كيما اللي عاد نطلقو حمار والواليد بغى يقلع عليا وحل عتروس رباعي وهزيته من هنا على داري وديته لقصر الشافعي وبعته ودست كل كيلو تاع السنج وجيت نجري ومشيت لحرت والواليد صطو بالريع على العتروس ما صابوش عقب قال لي تاع العتروس قلت لي ما صطوت راه باقي سيري بالريع لي اليوم الله يرحم الوالدين وقول لي يصبح في السبت ولاد فريحه راه كيتبع شغل كذا كان بغى يقلعوا لي الساعه على عتروس لا قول لي يصبح غدا السبت ولاد فريحه راه يلقاه شو هو الله ما نسمع 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 منه كيفاش مني كت شي طوموبيل كتبغي طوموبيل كانت خاطرو كنهزها من القدام ونقول لي كسيري والله لا داز والله ما تنوض هار ما يكسيري هاز دي الموتور من القدام ماش وكثير كنت حاجة ذيك الإيركات هذيك السفارة هذيك ما كانت عندي بحال الماء هذيك مسكينة الخنشة ديال القنطار ما كانش يهز عليا واحد كان قاعد الخنشة على ركابي اللوحة فوق ظهري ما كانش يهز عليا وما كتبش هما كاع ما عارفين هنا الكاميو كان معايا دازوا عندي خمسة الكاميات ما كانش واحد اللي نقول لي تعال دفع معايا الراس الراسي القنب ذاك الشميطة الكحلة السلك اللي كيعقدوا به تهوى الطرد بي ايه واحد جاء عدي من بن حمد حق الله العظيم زي جاء عدي من بن حمد شافني كيفاش درت لي وجاء هنا كان بارك هنا جاء عدي من قال لي وريني السلك كي درت لي قطعته لي عطاني 100 درهم قال لي تقنعك بالله لما بخلية في جبهتي هو باقي درك معلم يقول لي الهرهوري في جديدة الوليد شنو العرس المتورخ اللي ما بغاش يتمثل ديالي عرسي كيفاش عرسي ديالي بركي تعدي المرة ليلة بصح ني والله ما سا... هما كاع هنا راه ماشي غادي نكذب عليك كيفاش تطجت جات سيدي مع الصباح الوليد تخاصم هو وامها قال لي لا سع... لا لا كنتي مرا بوك ديها قالت لي انا والله لا بقات ساقتها هك الساعه بركت عدي الليله مع الصباح مشيت وخرجت عليا قصيده علاش واش هما ما تفانوش ولا ما تفانوش علاش قالت لي ولدك سقع طاح واحد الواحد كانوا يلعبوا الخيل وطاح واحد من فوق عاود قالت لي ولدك سقع قال لي ما كاينش منتاز حتى كانت بنتك
ما كاينش لي صاقع قد بنتي. قلت قد منوره لا سعبتيني بوك قال لي ديها هزتها وديتها ما عداش القصه. ما والو. واش درتي على قصيه؟ قصيه اما هي زين نبدا باسم الخلاق ربي يضامن الرزاق. بسم الله ضامن الرزاق. هو يفجي الاضياق. هو يفجي الاضياق يا كامل العطيه يا كامل العطيه. تصنت ليا ومشي. تصنت ليا ومشي. هذه قصه عرسي. هذه قصه عرسي. نهار بغاو يخلوا راسي. نهار بغاو يخلوا راسي. مشاو يخطبوا ليا. مشاو يخطبوا ليا. مشى الوالد يخطب. مشى الوالد يخطب. يطلب وكيرغب. يطلب وكيرغب. من اللي دخل عدو الكلب. أناري. ها والله. هرشو. بابا. ويني عرسي. عدو الكلب. قال خي هذه قادية. خيت هذه قادية. من اللي جا سولته. من اللي جا سولته. قلت لي هاش عملته. اش عملته. قال لي كل شي درته. كل شي درته. هالدبيحة تا هي. تدبيحة تا هي. قال خاص الزرع يتنقى. خاص الزرع يتنقى. قلت لي هابويا دوز زقا. يا ربي دوز زقا. المرأة راها سقعة. المرأة راها سقعة. راها تخرج عليك وعليا. هذا تخرج عليك وعليا. قال لي بنت الياصر. بنت لاصل. جدها طويل وكامل. وجدها طويل وكامل. أمال أمها كتعمل. أمال أمها كتعمل. وش الحنيرية. حنيرية. درنا معهم بالرفود. درنا معهم بالرفود. ركبوني فوق العود. ركبوني فوق العود. وبنادم كيف الدود. بنادم كيف الدود. قاع داروا بيا الهلية. قاع داروا بيا الهلية. داروا بيا الخوال. داروا بيا الخوال. الميلودي مع رحال. الميلودي مع رحال. تشرق عليه السروال. تشأناري. والله. ساترة عجلة بيا. بصح ساترة عجلة بيا. مشينا للعين نغسلو. مشينا للعين نغسلو. الدراري قاعد جمعو. الدراري قاعد جمعو. ويصبنو ويشتفو. يصبنو ويشتفو. كلهم يفرحوا بيا. كلهم فرحوا بيا. ملي صدينا من العين. ملي صدينا من العين. وجايين فرحانين. وجايين فرحانين. ولحقنا نكدانين. لحقنا نكدانين. على مول النمرية. على مول النمرية. ملي الصقعة رقبت. لصقع رقبت العرس قاعد فركت. أناري والله ما يمتي. الخرب طاح من لكمت. شكون هذا اللي تلكمت؟ هزيناه في بطانية طاح من فوق عود. شكون هذا؟ واحد من اللي جات الخزيبية. الخرب طاح من لكمت. طاح من لكمت. هزيناه في بطانية. هزيناه في بطانية. ضاربينا إبليس. ضاربينا إبليس. بنادم يطلي في الغيس. بنادم يطلي في الغيس. هي جاية من مرشيش. هي جاية من مرشيش. وباغا تضحك عليا. وباغا تضحك عليا. راح الليلة الخوان. راح الليلة الخوان. دخلوني الطلبة بالرحمن. دخلوني الطلبة بالرحمن. عاد دخلت لذاك المكان. عاد دخلت لذاك المكان. وانا قفل عليا. وانا نسد عليا. من اللي بركت حداها. من اللي بركت حداها. عطاتني بكفاها. عطاتني بكفاها. سولت على بواها. سولت على بواها. ما بدات تشتف عليا. اما يمتي. انا خرجت ومشيت. وليتي هاي دورة. انا خرجت ومشيت. انا خرجت انا سلت ومشيت. هي جاية ناوية خزيت. هي جاية ناوية خزيت. وخرجت سديت عليها البيت. سديتي عليها البيت. وبقات على الطاقية. بقات. بقات. بقى الوالد تاعي تالف. بقى الشاهد بعدا. بقى الشاهد. بقات على الطاقية. بقات على الطاقية. زين. الوالد تاعي تالف. الوالد تاعك تالف. ودايعك يتسلف. دايعك يتسلف. وفمك يتليف. وفمك يتليف. وبغى يعمر ليا. بغى يعمر ليك. برك تعديها ليلة. بركت عاليله. الغد مشات في الكرويله. مشات في كرويله. وداتها البغيله. وداتها البغيله. البغيله البرقيه. البغيله البرقيه. مشى جاب لي مره اخرى. مشى جاب لك مره اخرى. اسميتها زهره. اسميتها زهره. ولدت معايا عشرة. رامي طحنوا في يدك. الوليد كي كانت الخطبه بكري؟ الخطبه سيدي كانت المراه كتمشي كتشوف كي دايره الدريه وتهندز القاضيه. وتهندز القاضيه وتقول لي لا لا وافقوا ليها. قالوا لي اجي. لا ما وافقوش. يقول لي لا خوتي احنا عاطينا للعربي ولا هذا ولا العداوي فيها فلان. الا وافقوا تقول لي ما ودي احنا غادي نجيو عندكم الخطبه. احنا جايين عندكم ضيف الله. عطيونا بنتكم نتلاقاو. راه انا ولدي راه زين وراه خدام وراه ما هو اسمه تلاقاو واخا. وباش تعرفها راه جيده المراه راه لايقه للزواج؟ والمراه قال لك المراه اللي كبرت. الله ينعل اللي كبرت بنته وما عطاها. الله ينعل اللي كبرت بنته وما عطاها. والله الله ينعل اللي داير قصعته وما ملاها. واللي داير قصعته وما ملاها. والله ينعل اللي قال كلمته وما وفاها. اللي قال كلمته وما وفاها. ما وفاها. الوليد الخطبه بكري كي كانت؟ الخطبه بكري كان يهزو
نص قرن تاع السكر على النص ويمشي يوديو ليه تيبوته من دوك الفراش اللي جات القدانات عاد الرقابيه من القدام تعقد من القدام كتان كتان زيد ويديو ليه سروال ديال الخيش ديال البون ويمشي المرأة تقلبها أم العريس باش تعرفها زينة تعرفها زينة ستوصفها إذا كان عندها حاجب كبير وحاجب صغير وإذا كانت عندها سنة كبيرة وسنة صغيرة ولا إذا كانت عندها شارب مدلي وشارب طالع الفوق شنو بتاكل تحت الحولية ما خدامها رنبية هذي إيه وعندها ودني فتحات وطوالة تحت هذيك الأيام ما ليزش ما يجيبوش يقول لك ساقعة عندها عرقوب واخا والراجل تو ما يتعيبش يتعيب إذا هو كان عدو راس متولد عدو قرونو قرونو كن مارسة هذاك ما يخدمش لا هو كان عنده الركبات مفتولات وسيقانه وطوش طاح هذاك تو ما تبغيش العروس أنا شي يقول نقول لك كستان وين هو اللي يعجبهم؟ يعجبهم الراجل إذا كانوا كتبوا بطحين ومنخرو معجم قد الوليد بكري كانوا الناس كيخشبوا على المرأة المرأة اللي كانت زينة على الزمة بيضة زينة مكادرة ما مقدراش ما وصيتها ما زينة واش المرأة الزينة هي اللي كيخشبوا عليها اللي كيخشبوا عليها ما تبانش مراكب النعم واخا وهذيك رقية شكون رقية مرت بالمهدي هذيك كانت واخدة نصراني زيد والنصراني مات زيد وبقى ديك البلاد ديالو نات ملكته هي ملكه هو وبقى دابا راه زين خدامين فيها اخرين لان كانت والدها كانت مربيه شي واحد واخا وهذيك بنت المكي اللي قلت لي بنت المكي حنا بنت المكي شفيت يدير القيد شدت العود قالت لي هاد البلاد راه ديالنا وغير ضيق بينا قال لي كاين فرنسا فرنساويين دايرين بها شدت العود هذا رقمات وطاح العود طاح صافي ومشاو على طيح طيحت القيد ولا طيحت العود اللي طاح ولكن القيد راه ركفوا العود طيحاته مولاه مولاه وشكون هذيك اللي كانت مانعه وصحيحه هي اليقرينيه مشات تحصد شاده كتشد قراجي وشاده القرجه وسايره تحصد وحامله وولدت وقطعت المصرانه الراسه ودارت الدري تحت المطاق وناضت كملت القرجه وهزت توجه او جات هي باقا قيد العيال هاد المراه اللي كنا نهضروا عليها فايت محلقه معاك تتا دار بانيه تطارت الغبر صحني ويلي كراس يا برد خالي كراس سواقل برد خالي خوم ويجاد بدانا نضحكوا بحال ماك فوق واحد البدوزه شديت معاه بحال ماك تشادت تطرق عليا الشمال ضربتني تطارت رمواد كراس سواقد ديال وديك وي سواقد ما بقاوش سواقد ياك انت صحيح يا صح مني ما ضمتيش ما ضمتش قيتي عفواد صافي انا غالب عليها عاف السلك والقن ما تقطع مشيا صافي ماشي الاخر لك ما هي قطعتك قطعتني انا تو السلك ديالك كيفاش قلتي لي وكنا بالعين والعين شحال عزيز علينا والعين شحال عزيز علينا عدك تمشي وتبدا تعير فينا عدك تمشي وتبدا تعير فينا شكون هاد العين شكون هاد العين هو عطير ويلي بديتي تحشي لنا بالهضره ما فيها هادي خبير ويلي حاجيتك على العين والعين عزيز علينا عندك تمشي غدا تبدا تعير فينا ويلي ويلي حق قوال البيت وزير عندنا بزاف وتسميتك انت انا اسمي أنا لا واسمي اسمي خالي محمد انا كثر من خالك وانا تانا حاجيتك على الميم زيد والميم شحال فيه تاع الكذوب لا ابان دايره ويلو نودي لك انت مزروب نقول لك انت مزروب ومحمد الوليد بكري بنادم كان صحيح كان صحيح الى غوت هنا دار الشافعي سيقول خبار الغاليم ترضع الغاليم كانت الحلابه بكري كانوا يعزلوا الخرتان ويديو الحلابة ومن اللي يجيبوها كيحلبوا الغنم هو كان من اللي يغوت هذو ولاد سيبوقفة كانوا الخرفان يتلاقاو مع أماتهم كيتخلعوا ويجي الغنم ترضع ويني راه قرزي ها راجل قرجوطة راه وين قرجوط اللي كيغوت بها سبعة بوت شحال سبعة بوس وقيل اللي سمعت سبعة بوس شحال سعدنا كادي سبعة بوس يديك
الوليد شكون اللي داز عندكم في الخيل؟ الخيل داز الوليد عندي انا، هو كان هو المقدم ديال مويه الخيل، وداز سي عبد الحميد بن شرقي، هو اللي كان معلم كاع هاد الناس اللي عادوا كيركبوا. وكيفاش هذا سي عبد الحميد نهار مشى الموسم ديال سيدي محمد البهلول؟ لا مشى عند ولاد البهلول، ولاد البهلول في الشاويه، وكانوا دايرين استعمار تما، دايرين مستعمار مؤتمر، دايرين مؤتمر تما، مؤتمر تما، مؤتمر تما، مصاره ومخلطه تما. يا مشى هو تو كيتفرج، شي وحدين بداو يوقفوا على الخيل. كيفاش يوقفوا؟ جايين واقفين، جايين واقفين مفردين، مفردين. واش هما مع الصربه ولا مفردين؟ مفردين ابو وحدهم، كيوقف جايب وحده. هو خرج القايد بوحافه، قال لواحد السيد من هنا من المعلمين، قال لي ما كاين حتى شي واحد من عندنا، من ما كاينش شي واحد من ولا الشرق ديال قبيلتنا تحنا هي الزوينه قدام القبائل. زيد قال لي راه كاين سي عبد الحميد بن شرقي، قال لي كلمه. مشى عندو، السلام عليكم. السلام. قال لي انت كاع ما شفتي هادشي اللي كيدي؟ قال لي السلام، ما عندي لا عاود لك سوال. قال لي الخير ثلاثة تخير في اللي بغيت. قال لي خير لي هذا، خرجوا لي هذا، خرجوا لي الكسوة. ركب زاد النوب الأولى، مشى بجوج مكاحل. النوب الأولى زاد بجوج مكاحل، خرج بهم جوج. جوج الثانية قال لهم حطوا لي العصابة في الأرض، حطوا لي العصابة في الأرض. جاي مسكين ساها هزاو لها فوق، ذاك القوم صافا صفاق طراف طراف، كاين الرش، كاين الرش. ها والعيالة اللي زغرتو هو شويه، قال لي راهو لي ربعه المكاحل. شو اللي يدين قداش اللي كانوا شادات ربعه المكاحل؟ هاد اليد قداش؟ وخرجهم بربعه، بربعه المكاحل خرجهم كاملين بربعه. ولاد محمد هل الغابه قالوا عندنا واحد صحيح جايبينه باغي يتعابز. هادو ديال ولاد محمد، ديال محمد هل الغابه ديال مزعب، ديال لا ها هما هنا زيد، ها هما هنا، ماهمش مزعب. لا ماشي مزعب، هادو هنايا حتى هما برا الخميس سي عبد الرحمن جايبينه وداير ليه ربقه في عنقو ويعرعر ويعرعر. اه ما عوه مو شكون اللي غادي يلاقيه؟ قال لي خطاك سي عبد الحميد بن شرقي. مشاو كيتفرجوا، قال لي سي عبد الحميد نوض اش كاين؟ صافين شدوا الولي هرسوا من ركبته، صافي وهم يتفرقوا، صافي طرق عليه الشمال هرسوا من ركبته، عاتبوا ها تهرس، صافي وهزوا الدم. الوليد كيقولوا الاولين ما توكل على الصحه، ما توكل على الصحه كان صحيح. شكون هذا؟ بن عاضين بن شرقي. شفيت واكل هذا؟ واكل كان يعلف ناري، هذا كان مصبعين للسوق، كان يعلف كان ياكل، كان رابطين المرود ويجيب خيزو سارح الجمال وياكل الخيزو ويدوز بالحليب تاع النابه قاف ومالو. راه كانت قرطه ديال قلت لك 8 بوشه هاي بلل، هاي بلل واخا. وكيفاش القضية ديال 40 خبزة؟ هو نيت مشى للخميس زيد، قال لي حسب سي واحد 40 خبزة دار في يدو، صافي راه هزك ياكل 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 من ما صابت حاجة ما حتى في الخبز. قال لي لا شاطط على الخيشة، شاطط على الخيشة قدام. السي عبد المالك، نعم. هذا الراجل اللي كنا نهضروا عليه درك تعرفوا حتى هو كان صحيح؟ هذا عمي اللي كان وكال. اي عمي، ها عم أمي كان وكال، كان ياكل 20 عبرة زرع. كذا قعدت تطرق شمال، كان يهز واحد ويلوحو السما ما يقرب لي ما الوا بحال ما يلقاه حتى واحد. واخا وكيفاش القضيه ديال 100 كرموسه؟ هو ايه كان له هو واش ما تقيدوش 100 بصح نيت لا ياكل عين شواري. هذا فؤاد ولا ايه خير هذا تبارك الله ديال الصحه اللي كان فؤاد ديال عرضان. ها كان الحمار ما يركبش عليه، لقعدت تركب على الحمار يطيح المجر، الحمار يطيح. ايه نوبة كان وحال الساعة العبرة تاع شريحة وعطاش في الليل، وناض لي جدي، جدي انا وهاد السيد ناض ليه، قال لي فين الشريحة؟ قال لي كلتها، قال لي نقطعوا عليه الماء، نقطعوا عليه الماء نخليه يموت في العطش. هز راسه في الليل ومشى لواحد البيرة هو يقول لي دير سكور اللور ورد شرب الماء بالليل. اي بالليل بالليل زي شرب الماء وجاب بوط على ظهره وجا، وقال لي من الصباح نود يديروا لها الماء راني جبت لكم. جاب بوط على ظهره. اي صاحب ابو محمد، ابو محمد أمس. الارض اللي تقرع فيها هذا ما ثلاث طنق وتربيع كاع وتقول بحال ذاك البزق تاع الدجاج، وتا يومين والبيت ما تدخليش لا تسول في خير محمد. او
تسول في حاج محمد العدن هذي وتسولني أنا صاحب أجل دي والدباب راك في البيت إنه موس يموت تري مال وخ ما كنت حاجة إيه السي عبد المالك نعم دابا أنت بتخاف من الكلب ولا ما تخافش؟ لا حبيبي لا ما تخافش منه؟ لا ما نخافش منه صح اه انا قايد حداك تاعي لا انا دابا كنت نايم راقد نايم شي نهار كنت راقد نايم مديني نعاس انا راجل شويه كيف مع راساتي بالتدريحه وكرموس عند راسي زيد الماء الحلقه اللي وشي فيها الماء زيد ايوا راقد بحال ما كايا حتى نسمع تشكيل تشكيل حدانا عندنا حنا شي خدايم تاع دقيق دايرين زيد دايرين شي خدايم تاع دقيق وانا راكد في هذاك البيت اللي فيه دقيق هو يطل عليا بحركه براسو شي راجل هذا كلب زيد طلع عليا براسو عاد وشي ودنين مقرمشات ويركب عليا بحكا راسو كان السقال تاع السكر زيد ناري ناري الكلب هذا خلق وخلعني قعدت مسهرني انا نشوفه ونقرر قابلني ساري توضع هذا البيت كيش نقرر بعد على قمامزو خلعتي ما والو وتا كاين الخليع كاين 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 ها الخليع بالبيض ولا بلاش شنو هو البيض عرفتيه عرفتيه خليع اين خليع هذا زيد ايوا سيدي امني قال هذا راقد هذا راقد الملي مات من المس هكا يدور في عينيه يدير بحالك ويتلفتك ويتلفتك واش انا فايق ولا راقد هويت مدايز بشويه ويشوف لي انا مغطي بحالك هو يدايز يجي الخدي الخدي ماش فيهم الدقيق بغي ياكل الدقيق زيد انا اقدر افس وحاجه ويهز راسو هكا وين داخل ويشوف فيا هذيك النوبه الاخرى أخشار سويزقي وأنا نتبع الدفا سديت إليه سديت عليه بقيت أنا وياه وعيد ويا دي زينا وين زينين هذا وسنوني أبو قدش أنت ما مخلوعش وويلي اسم الخد عير نسير نموت وعيد فغا نحلو لي أخرج يزاق خرا قلبك الحق لعد راس وين قلب هذا وين حالة هذا هذا شغل يبكني مع القانو عيد فغا نحل عليه أخرج ما ما تخليني ندوش وجا وعد البيت زيد صرف عليك يا وليدي الليلة الخارجة تخرج معاك وليدي كلبنا أنا نزح الغطية دس على راسي معاك قلت نقبر بعداك الناتي لعود وقت الزمان هذا هزيت عيني قال نقص البوق باغي دير شي وجيبة مع عبيدة ترمى لا باغي ندز الكلب هاكاك زيد إيه طلعت بوق وفركت بوق ورجلي بحال ماكا وعود يتبرمج تحتي وانا نقلب عليه نقلب لي على البطانه على بخاطو زي وانا نسير عليه بالدجاجه هلب اي هذاك الغطار اللي تغطى بيه كلشي خسرت بيه صوفه تاع الكلب صوفه الكلب وما نقولش لك اودي السي محمد لا تسول كي رجعتي رجعتو بحال لكن تي شادو ضربه طويله وضربه قصيره وبقى التابع ديالو مكربح تا هو قرعتو لي قرعتو من تابعو وضربت مو بالمقص الفرخ تاع ودنو منو صلحتو لي قلت لي الله واسير صباع وعاود ليهم والصباع ان شاء الله خرج قدام الكلاب ايوا الغد بان الكلاب الغد قلت لي بان الكلاب فضحتيه قدام قلت لي هاك بان قرانك قدام قرانك غدا طل قدام قرانك واخا وقت ما يشوفك اش يدير شوفني عندو هنا ويهرب يزيد بحال القانات بالفقصة ماش بالغدايد ما الوقت يخرج قدام كلابه الوليد كيفاش قلتي لي حاجيتك على القاف والقاف من الحوايج القدام لما تاكل تيديروا لها الجام ما تاكل تيديروا لها الجام تيديروا لها الجام حاجيتك على القاف والقاف من الحوايج القدام ما تاكل تيديروا لها الجام هذه عودة ولاش يا القراصة هذا كرموس الهندي مولف معاه صاحبي مولف بهذا علم زينته طيح مع السد هو تغاب ها شحال كنت تضرب الوالد ديال الهندي 100 100 ومناضة ومغدي
بصح نيت ويلي ما ترمش ما تقول ما يوقع عندك الخصير ما كاين حتى حاجه بخير وعلى خير كل شيء المصران تقعزه مزيانه وكل شيء مزيان ما تشخوش ما والو واش كاين شي ما كاينش ما كاين حتى حاجه لا والو داك شيء عادي وينك كتسبق تفرش لا كاين شي فراش كاين ايوا تغديت وليلي هو يليق ليها الكرموز ديال المسلمين لا تغديت مزيان ونط وصافي سلاق وانا وصاحبي وقال لي تاكل هذيك تناكلها وخلصها ومناضه والدنيا هانيه ضربتي سله 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 بالعنب بالعنب كيفاش هذاك مسكين اللي واقف في الطريق خاصهم يركبوا هذاك واقف في الطريق يشجر باغي يركب زيد ايوا جاي واحد الحاكم في الطوموبيل هزو قول غادي بوحدي نهزي ونسني هزو هذا كيتكيف شقيفات العيسي زيد ايوا طلع بدا يعمر قال لي الحاكم تاش كدير قال لي كنتكيف وقال لي هذا كيف ملي كتكميه اش كيدير لي قال لي هذا اللي كما شقى في عوده يرقع ايوا كما هذاك الحاكم تا هو كيتكيف ضرب شقيفات زيد قال لي عمر واحد الشقيف أضرب شقيف ضرب شقاف زاد واحد اخر نصد قال انا غادي هاد السيد نصارح ونقول له قال لي عرفتيني انا قال لي لا قال لي انا راه الحاكم ايوا تاتخ بالحق قال لي تما قال لي وكل زدك شقاف اخر كنت حاكم دوك واش غتعود قاضي ولا وقيله غتعود وزير غادي تعود وزير ضربتي هاد المويكا واش غتعود وزير واش غتعود وكيفاش نهار كنتي سارح كنت سارح مشيت عند واحد سارح عنده بالتعدو مع الصباح فطرت عطاوني خبزه قال لي ديها معاك الخبزه نسعبو ما انا عطاوها لي راه ما شبعتش هو غدايا خاصي يضل عندي غدايا تاع العشيه عاد نجعد ناكل ما يخلطوش عليا عطيتها للمعزات ايوا مع العشيه ضلت تصب عليا والسمر راحت صرت جيعان جيت صت المراه في الكوشينه قالت لي وليدي ياك ما جيعان زهمت عليها حشمه قالت لي تعال برك حدايا باركه في الكوشينه تصوف في الملوي الظلمة ايوا برك حداك الوالدة لا قال المرأة اللي مشيت سارع عندهم اللي خدام عندهم اللي خدام عندهم زي ايوا صافي بسات هي تصوف المسمن وتلوح في الطبق وراها قررت حداها زي قال غادي ياكل شي نص وحدة ولا يا باغا دير مسمنيات العشية تاع الشاوية اللي لا حتى ناكل هنا عطوه تصيف عطوه تصيف تتمت العجينة الله يرحم الوالدين شفنا عجين زيد صافي نكملت كلافت تفطرك ما صابت قلت لي انت فين مسمن قلت لي كلتو انت قلت لي راه العفيري انت فين درتي خزنتي تدري في وديال انت قلت لي والله تاكلتو بالله نات خوات في خاطر قلت لي ويلي يا وليدي درتيها بصح بدات خاصم سلت انا هربت طلعت خرجتي عليها خرجت جيت ناد ليا الوالد في الليل قال لي تجزت قلت لي تا حاجه ما درت الصباح جا الراجل قال لي باش درتي قلت لي قال لي سير بحالك راك ما تعرفش السرح ما تليقش للسرح تليق على المسمن طيح مع العجينه الصباح جا كرمتها زيد جا الراجل قال لي الوالد تاش داير قال لي ما دارت حاجه اكل لنا العشاء تاع الخيمه كل شيء بيتنا بلاش وقال لي ملي ما قالتش علي داش غادي بيه صافي هزني وزيتاني داني عاد نعيش ريحة الدوار قول لي يا سي بشعيب كيفاش القضية ديال الوالد مع أخوك الوالد مع خويا سيدي واحد الدري خويا كان عزيز على الوالد زيد عزيز علي علاش حيت كيشرح لي البهيم راه ليا ملي كيدويو مع الناس كيقول لهم أنا عندي يا حميد هو عمارة الدار هذاك هو عمارة الخيمة كلشي أخرين ما عديش فيهم هو عمارة الخيمة راه لي حميد كبر عاد ما يتزوج عاد يقول لي يزوجني زيد الواد كيقول لي واخا دابا نزوج خايف لي يزوج وما يبقاش يسرح لي وتبقى ما تزوجش راك تا هو عمارة الخيمه راك عاد تزوج وما راه لي الدري خويا عاد يلقى يتلاقى مع شي واحد في السوق عاد يخطب بوحدو يتلاقى معاه يقول لي راني باين تزوج عاد دي البهيم وعادو شي بهيم الواليد قال راه نزوجو غادي الا ما زوجتوش يهرب لي على البهيم زوجو ملي زوجو ما تلاش بغا يسرح البهيم وياكل بزاف عادي يقولنا الوالد دوك انا عاد عقت كنت نقول لهم عمارة الخيمه ساعه ديال عماره وخرجت لي في الخيمه واقيلا
ما راه خرجت في الخيمه. خرجت في الخيمه. ماشي عماره الخيمه زين. ماشي عماره الخيمه. زين. قضيه اخرى ثاني كان بغينا نديو شي خرفان الخميس ديال قصبة الشافعي. زين. اناض هو بكري قال لي نديني معاك للسوق. باغي يمشي للسوق. قال لي خوك. قال لي البهيم قال لي لا والو ديني للسوق. قال لي البهيم راه ما كاينش من يسرح. بغى يدير لي خاطر الوالد. دينا معنا للسوق. بعنا الخرفان. تقدينا خرجنا باين نجيو نركبو. كنتسناو في الخطاف يجي يهزنا. الدري خويا عزيز عليه السوق حيت ما عمرو مشى ليه. واقفين تسلت من حدانا رجع للسوق. جا الخطاف بغينا نهزو ما وصلناش الدري. قال لي هذا ما عرف فين مشى. قال لي توقف هنا بقى هنا عاد الحوايج انا غندخل للسوق نقلب عليه. باش نجيو نمشيو دخل الوالد للسوق جا الدري خويا قلت لي ريح لالو قلت لي انت فين قال لي الوالد قلت لي الوالد راه مشى يقلب عليك بقى هنا قال لي راك دخلت السوق ريح بقى شويه ثاني نساني انا دخل للسوق جا الوالد قال لي راني ما سطوش قلت لي راه يلاه جا ثاني ومشى قال لي يلاه نمشيو خلي قال لي خلي بو هنا في السوق خلي بو ضيع هنا في السوق وقت الدراس وقت 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 الناس كيقبلوا في الزرع والناس قابلين واحد العرام ديال الزرع ديال الفرينه وكيدريو في السوق يدريو وقت القاع هو الدر مع البرد دري خويا شاف هذاك العرام ديال 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 الزرع هو يمشي يوقف عليهم دارك كيتفرج فيهم جا الوالد قال لي راني ما سطوش قلت لي راه يلاه ثاني كاين النار مع طوفي مشى قال لي راه هز الحوايج نشوف حالك تبدينا نهزو وانا نشوفو قلت لي راه فينا هو قال لي فينا قلت لي راه العرام تاع فارينا اللي كيدري فيه الناس راه هو اللي واقف الوالد هذيك الساعة صحيح حدا راسو تم غادي غادي عدو كنشوف في انا حادي الحق شدو من السروال من اللور بيد وحدة وهزو الفوق ولاحو من اللي هزو الفوق ويبان لي الدري خويا خشى راسو في وسط فالينا خشى وسط هذاك العراق يبانوا لي هذوك لاحو البيض تخلعوا لي والله يرعى والله يرعى اخر ناض اساس حوايجو جاي يجري عندي جاي على الطوموبيل قلت لي انت فين مشيتي انا درت براسي بحال ما شفتوش قلت لي فين مشيتي راه الوالد كان يقلب لي قال لي راه صابني احد هذاك لي قلت لي ياك ما ضربك قال لي لا خشاني هو وسطك العراب تاع فارينا صافي هججك صافي جاي ساكت ملي حطتنا الطوموبيل هنا قال الوالد انت شناهي هذيك زعما صح عندك قبيله خزيتيني ولحتيني وسط العراب ديال فارينا عاجبك صحتك ولا كيف اشنو بشعيب كيعجبك في السوق انت السوق سيدي عندنا حنا واحد العاده كنمشيو للقهوه في الصباح ولا بدا الشفنج لا بدا من الشفنج زين راك فطرتي عندنا واحد النهار يا زين هذه هي العاده ديالنا الاولى شحال كتضرب من شفنجه نص كيلو كنضربها كناكلو دابا حاليا وداير العمليات على المراره وكناكلو وما كيخلينيش هذاك الدري صاحبي راه فينا هو نص كيلو شفنج شحال فيه فيه 8 ما فيش بزاف ما فيش قليله القدره قليله قليله اي واخا ومن غير الشفنج كدوز زيت طيبات مره راه خلص مشي واحد عليا انت كتبغي الفابو الفابو مزيان قليب كرطي صوفي عاودك صوفي واخا من غير الماكله الحلاقي كدور بهم شويه الحلاقي شكون اللي كان يعجبك في الحلقة؟ كان يعجبني الربيب زيد هذا ديال سطات زيد ديال سطات زيد وكان يعجبني يا سيدي القادر القرام وخوه حسان وعبد القادر تا هما مزيانين كيديروا القجمال اي وكتعجبنا الثق زيد واخا زيد حتى اللي كنتبعوك مزيان والله الا كنهضروا معاك معقول واخا زيد واخا الحلاقي هاد مالي القجمة من غير مالي القجمة كدور جيت مالي سويرتي لا ما تقربش لا من الطلبة كندور جيت الطلبة علاش زعما انا فخي هاكا قولوا كتبغي تاخذ هذاك الشيء تاخذ اي تاخذ يا زيد باغي تزير عباد الله باغي تزير عباد الله من غير وهذاك مول البوكسور كتوقف عنده مول البوكسو اللي كان يدير الحلقه اللي قات وداك الشيء كنت نوقف عدو وكنت نلعب بصحني كنت نلعب باللي قات ما نخافش وين يدخل لي واحد خينا واحد النهار من قيسر بصحني والله عطاك الليصر هاي خوي عليا بحاك وانا ما كنعرفش نطاكي هاي خوي جدفني ويلاقيني بالخرى والدراري غوثوا كي تعود انت وكي نعود في حاله تاع الكلاب بصحني واش خيبة خيبة وهز الحجر
هو يعرفوني الدراري يضحكوا عليا والعيالات كره بيصفقوا وعيالات كعدتي تا وحالة ومطيحة كعدتي وكيكي الزرق عرقت بالحشمة ريحة الدوار